الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، 5 أيام تفصل الشعب المصري عن لحظة العبور واسترداد سيناء. في هذا اليوم غطت أغلب الصحف المصرية التوتر القائم بين النمسا وإسرائيل عقب حادثة خطف قطار اليهود السوفيت المهاجرين إلى إسرائيل عبر النمسا. كان فدائيان فلسطينيان قد استوليا على قطار نمساوي بداخله مجموعة من اليهود السوفيت المهاجرين إلى إسرائيل، واختطف 4 أشخاص الرهائن للضغط على النمسا لإنهاء ملف المهاجرين اليهود على أراضيها. دفعت الحادثة المستشار النمساوي برونو كرايسكي دفعا إلى غلق مركز تجمع المهاجرين اليهود في النمسا، وهو ما أدى إلى إشعال التوتر بين فيينا وتل أبيب. أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي بياناً شديد اللهجة طالب فيه حكومة النمسا بسحب قرارها والاستمرار في تقديم التسهيلات المتفق عليها بين الحكومتين لعملية مرور اليهود السوفيت المهاجرين إلى إسرائيل. من جانب آخر، ذكرت الأهرام أن كل المصادر الدبلوماسية أجمعت على أن السفير المصري في فيينا الدبلوماسي صلاح جوهر واثنين من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية أدوا الدور الأكبر في دفع حكومة النمسا إلى اتخاذ قرار إغلاق مركز تجمع اليهود المهاجرين إلى إسرائيل. وعلى الصعيد المحلي، غطت الصحف اجتماع الرئيس أنور السادات للمرة الثانية خلال الأيام الأخيرة بوزير البترول المهندس أحمد هلال، الذي عرض على الرئيس نتائج العروض المقدمة لتنفيذ خط أنابيب البترول بين خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط. فيما نوهت الصحف بأن وزارة النقل تستهدف بناء أسطول بحري جديد سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي. وفي هذا اليوم أيضا ذكرت الصحف أن وزير الإسكان والتشييد الدكتور محمود أمين عبد الحافظ صرف كميات إضافية للمحافظات من حديد التسليح والأسمنت والخشب والزجاج تعادل 50% من المقررات. الخبر الأخير قد يبدو عاديا، لكن ترى هل كانت كل تلك الكميات من حديد التسليح والأسمنت الإضافية ستستخدم بالفعل للإنتاج المدني أم ستشحن إلى الجبهة؟ وهل كان الخبر تعمية لأعين العدو الراصدة؟ أما الصحافة الفنية فتأخذنا في جولة آسرة عبر الزمن، حيث توصلت الإعلانات والأخبار التي احتفت بتألق الفنانة سعاد حسني في أطول الأفلام مدة عرض خلي بالك من زوزو. أما التغطية الصحفية الرياضية فكانت أيضاً على صفيح ساخن كالدوري المصري آنذاك، فقد اشتعل الدوري بلقاء مهم بين نادي ترسانة ونادي القناة، حيث انتهى اللقاء بخطف نادي ترسانة نقطتين غاليتين في الدقائق 5 الأخيرة من المباراة. لكن أغلب المصريين آنذاك كانوا يتساءلون، أي معركة فنية ورياضية تلك التي نحن مشغولون بها؟ والمعركة لم تندلع بعد.